كنطلب حق بنتي. انا كنطلب في حق بنتي، كنطلب في حق بنتي. انت بنتي انا تكرفصت وتعذبت، وبنتي سناء ماتت الله يرحمها، الله يرحمها ويوسع عليها، 7 شهور 1 تجي خالته وجداته، حيت انا خالته وجداته وخوه مشاو عندي للسبيطار، لحقوا لي كيشيخوا عليا، قال لي ما ديري حتى حاجه. هذاك الشيء علاش انا باش حاطه خالته وجداته وخوه، حيت لحقوا لي وكيشيخوا عليا وكيقولوا لي ما ديري حتى حاجه، راه امو في العمره كتعيط قالت لك ما ديري حتى حاجه، ما ديري هذه. انا وكاك درت شكايه ودرت شكايه ودرت شهاده طبيه وكل شيء، وين انا الدرية شردت الأم كتقول لها ما ديري حتى حاجة، سنة تنجي تنجي من العمرة أنا غنجي ندير لك حل، باش أنا الدرية ما خلاتنيش باش درت أنا باش دفعت الشكاية. ما خويا ما بغيتش نهز عيني فيهم، هما بعادين مني وأنا بعيدة منهم، كنشوف فيهم وكيشوفوا فيا وأنا ما خاصهم هما يجيو عندي، خاصهم هما. أنا راه ضاعت ليا، ضاعوا ليا 2 بنات، أنا بنتي راه مشات سنة الله يرحمها، ما هي ولدها راه وخا يدوز الحبس راه تمشي تشوفو، أنا بنتي راه مابقيتش غنشوفها، أنا بنتي باقا غنشوفها. اللي كنطلب انا يبين لي ياخذ لي الحق ديال بنتي، انا ياخذ لي الحق ديال بنتي. انا سنة مشات الله يرحمها، انا بنتي تكرفصت، ضربت بالبوطه، ضربت بالجنوي، تكب عليها الزيت. انا بنتي راه حتى انا بغيت احسن عقوبه يتعاقب كيما عاقب بنتي وكيما غبر عليا بنتي. والروح عزيزه عبد الله، الروح عزيزه عبد الله، راه 2 جرواح، راه 2 جرواح، راه بنتها وبنتي، راه بنتي وبنت بنتي، راه 2 جرواح، راه ماشي على روح. الرسالة ديالي السيد وكيل العام أو لقودة التحقيق باش يزيدوا يشدوا المتابعة ويزيد السيد ياخذ أقصى العقوبة، لأن الحمد لله أنا فين كنزيد نتيق في هاد الناس هو من جهة السيد وكيل العام السيد يانيس، عرفنا عدة تغييرات في إقليم ديال المدينة الجديدة، عرف التغيير من عدة مسؤولين. حنا كما تخادت واحد العقوبة بحق البيدوفيل اللي كانوا الحمد لله مدينة الدار البيضاء كيقول لك لا داك السيد غياخذ 3 سنين وخذ 20 عام، فبغينا بحق هذا السيد تخاد أقصى العقوبة ديالو، لأننا حنا كمجتمع مدني أو كجمعيات عندنا الثقة في جميع المؤسسات، قد ما فقدنا الثقة بعد الوزارات كسبنا الثقة في عدة مؤسسات اللي هي كنعاود نقولها، لمؤسسة الداخلية أو مؤسسة الأمن الوطني أو مؤسسة الدرك الملكي أو وزارة العدل، لأن كنتيق فيها وكنزيد نتيق فيها، وعطانا الله واحد السيد وكيل العام اللي كنزيد أنا نتيق فيه وكنفتخر به، وكنزيد نقول بأنك راك غادي في الطريق الصحيح، أحب من أحب وكره من كره. كنبغي نوجه نداء السيد قاضي التحقيق باش يشدد المتابعة ويتم المراقبة في بعض السماسرة اللي باغي يحطوا يدهم في هذا الملف. فتحية للسيد وكيل العام وقضاء التحقيق وبصفة عامة كوزارة العدل.